السلام عليكم. الله يخليك، بدي المستشفى الطلياني. الطلياني الطلياني. أهلين عمي أبو عصام. بدي أسألك حكيم، رسمية إجت اليوم على المستشفى شي؟ رسمية ما إجت على المشفى. ليش قالت جاي لهون؟ إيه شلون لك، أنا قالت رح تجي لعندكم وفي إلها أغراض بتجيبهم وهيك شي. عمي والله ما بعرف، يعني يمكن إجت وراحت ما شفتها. إجت وراحت. إيه يسلم ويسلم ويسلم ويعطيك العافية، يعطيك العافية. ماشي عمي، أهلين. بدنها كله سخنان، فاير فتورة. الله يشفيها يا رب، الله يشفيها. شو قصة الرسمية لك عميات؟ أشوف مشكلة رسمية بابنها عمي. ابنها بيكون أبوه أدهم عبد الرحمن، ورسمية مرته على سنة الله ورسوله. عمي أنا وعدت رسمية إني ما أحكي ولا جيب سيرة، بس وضعه لأدهم الصحي تعبان جداً وأنت بتعرف بهذا الشيء، فأجيت لحتى أقلك وخبرك لأنه لازم أنت والناس كلها يعرفوا إنه شوكة الصغير بيكون أبوه أدهم عبد الرحمن وأمه رسمية. لك ياها، أدهم كان مزعج للفرنسيين وأنت بتعرف عمي. أهلين، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا ميت، أهلا وسهلا. في شاي؟ كيف ما في شاي؟ وصلته للحكي؟ وصلته سيدي، وصلته. شو مراقبينه يعني؟ والله واحد مراقب غيري، خليها لله. يلا بسيطة، شرف شرف. صحة والدين. سلام على أدهم. قديش تعرف ربا فارس؟ لأدهم بعرفه منيح أنا يا وعصام. شو بدي أحكي لك؟ لأحكي لك عن أدهم. هذا سلمي ولا كل السلم. رجال شوفوا بالدكان عند أبوهنا كيف عم يلوي الحديد وأمه عم يصنع الحنتور. أبو أدهم يا أبو عصام شيخ كارمي صنع الحنتور بالشام كلها. ما تشوفوا لأدهم لا بيقل ولا بمل بهالدكان، ما بيكذب هالولا. الله وكيلك لو قطعت له رقبته. صاحب دين بيصوم وبيصلي وما بيقطع فرض، بس مشكلته انه بيسمع، ومثل ما قال عنه أبوهنا ظنوني وعلاته شغل ايده. وقت سمعت عنه يا ابو عصام انه صار مع الفراريه وعم يلاحق الفرنساوي ويحاربهم من كل جهه، ما استغربت، لانه هذا رجال لك تصور، حتى هو نايم بغرفته مقرعب الفرنساوي. شفت خبرية صغيرة طلعت بالجريدة عنه، لك أومة البلد وما قعدتها.
الله يحمل أهله. بطل يا فيصل ولكن للأبطال. عندك كمان بطل يا ابو عصام؟ والله عندك بطل ولكن للابطال. الله يفك لك عسره يا رب. حليب يا ابو عصام، من كتر حنيتي عليه دار حليبه بتصدق؟ كيف هلا؟ والله ما نامت طول الليل من الحراره والبرديه، وانا ودلال ما تركناها، لا وكل شيء صاير فيها بدها الولد تدير بالها عليه، متعربطه في عربطه. تعال يا ابي. ايه يا ابي تفضل. فوت يا ابي. لك شو وحدك اللي بيصير هيك؟ ما عم ترضى طول الليل هيك؟ هاتي أبي. لا عمي لا خليك. الله يخليك خلي معي. الله يخليك خلي معي. عليها رسمية خلاص. تعال حبيبي تعال يرضى عليك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد. طول الليل هيك؟ اي والله يا عمي طول الليل. بس ديلو النشاشي شوي. حاضر. حطوا لنا نعمة نكسر السفرة. يلا أبي يلا. عيني بعينك لشوف على هذا الولد. لو كان ابنك عن حق وانت امه عن حق، هترضي تخليه هيك بحضنك وانت مرضاني؟ بدك تعبيه يعني؟ اذا خليتيه بحضنك حينعدى حيمرض. لا اعوذ بالله امي، اعوذ بالله. ايه ها هلا انت عيني. قومي عمي، قومي برضاي عليك. غسلي وشيك وتنشنشي شوي هيك واصطبحي عند على بكره. شعر عم يحضروا لنا هلا لامي نفطر. يلا. عمي مو قدراني، انا مو قدراني. بدك تقدري عمي، مو بكيفك، بدك تقدري. يلا مشان داني. طيب شو؟ والله تعبانة عمي، والله تعبانة. بلاها، لا مشاني ولا مشان شيء ولا مشانك حتى. مشان صغير شو؟ خلص كرمال الصغير كل شي بيهون عمي. اه والله اذا هو بكم شيك نحن قبلانين، نحن كلياتنا نصحى بلا قيمه، ما عندنا مشكله، مهم خاطره. الله يجبر بخاطرك. يلا عم استناك. Thank you.
هاي احلى تفيه. تفضل. يسلموا هديات. هذا كله كرمالك يا رسمين. عنك عمي هاتس عنك. سعاد. شبنا سعاد خانو؟ غصت له لمعتز. اي والله الحمار. هو لأنه بيحب التسقيه تبعي. شغل ايدي يعني. ضحية عينك لا ياخذ اياها وسخني. الحبس؟ يا الحبس شو يعني. يلا عمي يلا يلا الله يرضى عليك يا عمي سارة. يلا بدو لكم بقى سمو بالله. يلا بي يلا. أنا بقوم أنا. نام إيش تهلقوا كلوا عمي كلوا الله يرضى عليك. يلا دلال يلا يا عمي. أعطيني صحن المردورة من عندك. ايه على عيني. اسلم ودي. خلاص بعد خلاص وحياة عينك لا أخذ لها سخنة خلاص تمام.